انتقل وياكم الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة فعاليات ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين تحت شعار نشر الأفكار الثمينة. Now His Excellency Governor of South Sinai Khaled Fouda. سيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. بسم الله الرحمن الرحيم. I would like to begin my speech by Arabic. So I would like to welcome all of you here in Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh now is full of power, full of safe, full of peace, ready to receive the second World Youth Forum 2018. Thank you for coming here. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، السيد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السيد الأستاذ علاء الزويري رئيس الاتحاد المصري للتأمين ورئيس اللجنة التنظيمية، السيدات والسادة الحضور من مصر والدول العالم، كل الحب والترحاب. لا يسعني إلا أن أعبر لحضراتكم عن سعادتي وأنا بينكم اليوم، خاصة في تواجد ضيوفنا القادمين إلينا من مختلف دول العالم. فمرحبا بكم على أرض الفيروز محافظة جنوب سيناء وفي لؤلؤة مدنها مدينة السحر والجمال أرض الأمن والأمان شرم الشيخ عاصمة السلام الدولي. رحب بكم جميعا شاكرا لحضراتكم دعوتكم الكريمة لأشارككم افتتاح الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين بعنوان شرم راندفو الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين. أعزائي الحضور، وانطلاقا من الجهود التي تبذلها الدولة من أجل النهوض بالاقتصاد المصري ومواجهة التحديات التي تشهدها مصر في كافة الاتجاهات داخليا وخارجيا، بالإضافة للأخطار الطبيعية التي تتعرض لها من زلازل وسيول وحرائق وغيرها والتي تتسبب في خسائر جسيمة وتؤثر على اقتصادها، فإننا نرى قيام الاتحاد المصري للتأمين بإقامة هذا الملتقى مثله كباقي المؤسسات الوطنية التي تعمل من أجل تحقيق التنمية، وبوصفه مظلة شاملة لكافة شركات التأمين العاملة بالسوق المصري، أن يسعى تضامنا مع الدولة لإيجاد الحلول الممكنة لمواجهة هذه الأخطار التي تأتي بالسلب على الاقتصاد المصري. ومن هنا نرى أهمية إقامة هذا المؤتمر والذي نأمل أن تنبع قراراته وتوصياته لتحقيق الأهداف المنشودة لدعم الاقتصاد المصري. الحضور الكرام، في ختام كلمتي لا يسعني إلا أن أشكر الدكتور محمد معيط والأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال والمنصة الكريمة لتشريفهم اليوم ومشاركتهم الفعالة وجهودهم المخلصة من أجل النهوض بقطاع السياحة ليس فقط بالمحافظة بل في أرجاء مصر الحبيبة. كما أشكر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والأستاذ علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري، وأتمنى لكم إقامة سعيدة في مدينة شرم الشيخ، وأسأل الله العلي القدير أن يوفقكم دائما ويكلل مجهوداتكم بالنجاح إلى ما في خير بلدنا مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا سيادة المحافظ، ونتمنى أن يكون مؤتمر الشباب ناجح كعادته دائما. يشرفني الآن أن أدعو الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري لإلقاء كلمته الافتتاحية. Ladies and gentlemen, Dr. Mohammad Maid, Minister of Finance. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني سعيد إن أنا أكون مع حضراتكم ويعني في ضيافة محافظة جنوب سيناء وعلى رأسها معالي الوزير الناشط خالد فودة وزميلي في مجلس الوزراء الأستاذ هشام توفيق. وأول ما اشتغلت حياة عملية كان برضه زميلي في وزارة المالية الأستاذ هشام توفيق، بدأنا مع بعض
وبشكر الدعوة الكريمة من الأستاذ علاء الزهيري رئيس اللجنة المنظمة لهذا المؤتمر، وزملائي في الرقابة المالية، ورئيسي برضه في الرقابة المالية الدكتور محمد عبد الله ورئيس مجلس الإدارة اللي أنا عضو فيه. فشكرا جزيلا، وتزامنت مع المستشار عبد المعطي. وأنا النهاردة في وسط الأسرة بتاعتي، لأنه أنا من أسرة التأمين، وده شرف عظيم ليا، وكل الموجودين الحمد لله رب العالمين تزامنا في مرحلة عمل ما، وفيهم أساتذة ليا علموني وأنا في الجامعة. فيعني سعيد جدا، وكنت حريص حرص شديد بأي طريقة إن أنا أكون موجود النهاردة في هذا الملتقى، ملتقى شرم الشيخ الأول وللتأمين وعاء التأمين. وأنا شايف إن دي فرصة طيبة، فأنا بستغلها إن أنا أرحب بكل الحضور، وخاصة إخواننا وزملاتنا القادمين من خارج مصر، من أشقائنا في الدول العربية، والزملاء من صناعة التأمين من كل دول العالم. فبنرحب بيهم، بنقول لهم أهلا وسهلا في مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ. وإن شاء الله بإذن الله يكون هذا الملتقى ملتقى ناجح، ويكون فيه إفادة، وإن شاء الله يكون بداية قوية لهذا الملتقى تتكرر كل عام، وفي هذا التوقيت اللي يعتبر توقيت مثالي، المناخ في شرم الشيخ والمدينة تستعد حاليا لاستقبال ضيوفها لمؤتمر الشباب العالمي الثاني. وإن شاء الله بإذن الله السنة الجاية يكون ملتقى شرم الشيخ للتأمين وعاء التأمين الثاني، وبرضه ربنا يعني كلنا نصيب نكون مع بعض العام القادم. ويعني بقى بالوظيفة دلوقتي كوزير مالية، فحابب أقول إنه الاقتصاد المصري بيتحرك في اتجاه إيجابي. الاقتصاد المصري نهى السنة الماضية في 30/6/2018 بمعدل نمو 5.3%، يعتبر من أقوى معدلات النمو في القارة الأفريقية وفي منطقة الشرق الأوسط. متوقعين إن شاء الله بإذن الله على 30/6/2020 إن شاء الله بإذن الله نعدي 6%، وبنشتغل على إنه هذا النمو يكون سستين في استدامة، من خلال إنه القطاعات المكونة لهذا الاقتصاد بتتحرك مع بعضها، ومنها قطاع التأمين بالتأكيد، لأنه اللي عملته مصر في خلال السنتين من 2016 لدلوقتي جنب مصر ما تشهده الأسواق الناشئة. احنا شايفين دول اضطرت انها ترفع معدلات الفايدة، وصلت في الأرجنتين ل60% ورفعته في ليلة واحدة ب15%، وخفضت العملة بتاعتها. شفنا في تركيا في ليلة واحدة رفع 6.25 والعملة اتخفضت بما يقترب من 50%. شفنا جنوب أفريقيا العملة بتاعتها برضو اتخفضت بمعدلات عالية جدا، وصلت ل40%، وعديد من الدول. وحالة من الهلع في الأسواق الناشئة أدت إلى خروج ما يزيد على 4 تريليون دولار من الأسواق الناشئة. الاقتصاد المصري زي أي اقتصاد في الاقتصادات الناشئة تعرض لنفس الأمور، ارتفاع سعر الفايدة، خروج الأموال من الأسواق الناشئة، اضطراب في الأسواق العالمية، ارتفاع سعر الدولار، الحرب التجارية بين أمريكا والصين وبرضو الاتحاد الأوروبي، كل ده أثر وكان له أثر على الاقتصاد. ولكن الإصلاح اللي تم خلى الاقتصاد قادر ان هو يمتص الصدمات دي ويتعامل معها. الحمد لله رب العالمين، شايفين العملة مستقرة، شايفين ان معدلات الفايدة تقريبا مستقرة، شايفين ان معدلات النمو بتتحرك ايجابيا، وشايفين كمان انه ما زلنا قادرين على انه نمتص زي ارتفاعات في أسعار البترول اللي بالنسبة للاقتصاد المصري بتبقى مؤلمة، لأنه احنا دولة مستوردة وكل دولار بيفرق معانا من 3-4 مليار جنيه مصري في العام. أنا بقول الكلام ده علشان صناعة التأمين جزء من هذا الاقتصاد. من حوالي 7 سنين في 2011
سوق التأمين المصري أثبت قدرته على مواجهة الصدمات، لأن اللي شافوا قطاع التأمين في 2011 و2012 كان قاسي جدا عليه، ولولا إن هو أثبت جدارته وقدرته وثقة الشعب المصري فيه إنه يسدد التعويضات الضخمة وإن هو يتعامل، كان الأمور هتبقى مش بالوضع اللي الحمد لله رب العالمين قدر إن هو يعمل عملية ريكفر. نفس القطاع ده في 2013 و2015 وما بعدها تعرض أيضا لمؤثر سلبي في الاقتصاد المصري وهو نقص العملة، فأثر عليه كصناعة لإعادة التأمين وما إلى ذلك. النهاردة الاقتصاد مع استقراره وتحمله الصدمات الجامدة اللي حصلة في الأسواق العالمية بيقول إنه التداخل ما بين الصناعة بتاعة التأمين وعادة التأمين والاقتصاد تداخل قوي جدا، وقدرتهم على إن هم يثبتوا على تحمل الصدمات دي بيدي ثقة أكبر وأكبر في الصناعة وفي الاقتصاد. أنا بقول ده علشان هو ده المحك اللي عايشه مصر النهاردة، وهو إثبات القدرة للمؤسسات الدولية وللمستثمرين أن الاقتصاد المصري استطاع أن هو يمتص هذه الصدمات. الحاجة اللي حابب برضو أشير إليها إلى أنه إحنا كحكومة وكمسؤولين عن الاقتصاد اللي صناعة التأمين وعادة التأمين جزء منه، علينا دور في الفترة القادمة لأن صناعة التأمين يعني تتطور وتزداد ويزيد مساهمتها في الاقتصاد المصري، وعلشان كده يمكن عندنا استعداد نشوف اي افكار جديده تساعد في هذا الشان. يمكن في بعض الامور اللي ممكن القطاع يفكر فيها، على سبيل المثال الجزء اللي بيخصم من الوعاء الضريبي مقابل اقساط التامينات الحياه وخلافه، ممكن نراجعه تاني. الجزء الخاص بالتأمينات الاجتماعية، وفي مشروع قانون تأمينات اجتماعية، وفي نص موجود في هذا المشروع بأنه إلزامي أنه الجزء الزيادة عن الجزء اللي بتأمينه التأمينات الاجتماعية يا إما يروح يأمنه عند شركة تأمين أو يعمل نظام داخلي في الكيان، أو لازم يجي يأمنه عند الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. أنا أعتقد ده هيفتح باب لأنه صاحب العمل يا إما يثبت لي إن هو عمل للعاملين لديه حتى في الحكومة، هيبقى إلزامي على الكل يعملوا مع شركة تأمين أو ينشئ صندوق خاص، أو إن هو يروح يعيد هذا الجزء أو يأمن هذا الجزء عند الهيئة القومية للتأمين ومعاشات اللي هو ما يزيد عن الحد الأقصى التأميني وفقا لأحكام القانون. أيضا التأمين الصحي الشامل، وده إن شاء الله بإذن الله الإجراءات على قدم وساق للتطبيق، وإن شاء الله بإذن الله بنعتمد على القطاع الخاص بكل أشكاله كمقدم للخدمة أو بيدير جزء من هذه الخدمة أو بيأمن الجزء الغير مؤمن في هذا النظام. برضو القطاع الخاص وقطاع التأمين يكون شريك في هذه المنظومة. ايضا ممكن انه يبقى في توسع في بعض التامينات الاجباريه، واحنا يمكن قطعنا شوط كبير وبننتهي حاليا من مشروع للتامين على المباني والمنشات الحكوميه. اتمنى ان شاء الله باذن الله في هذه السنه الماليه يرى النور ويتم البدء في تطبيقه. بنك التأمين سوري التأمين البنكي برضو أنا شايف إن دوت مجال نقدر، رغم إن هو الحمد لله بيسير بخطى جيدة في السوق المصري، لكن أنا شايف إن هو ممكن يعني ناخد مبادرات تزود من فعاليته ومساهمته وأمور أخرى. وأنا بقول يمكن وجودي في مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية ممكن نساعد في إنه الفترة القادمة قطاع التأمين وصناعة التأمين في مصر ياخد قوة دفع إن شاء الله بإذن الله. وبقول إنه كان الفترة اللي قعدت في الرقابة المالية وكنت يعني دايما بقول عندنا حلم إنه نقدر نحول مصر مركز إقليمي للتأمين وصناعة التأمين،
ويعني اعتقد ان الملتقى النهارده فرصه طيبه ممكن تساعد انه مصر تبقى عندها مبادرات تحقق لها هذا الحلم. ان شاء الله باذن الله المناقشات تكون طيبه ومفيده، وان شاء الله باذن الله نتمنى نجاح هذا الملتقى وتكراره في الاعوام القادمه. سعيد جدا ان اكون مع حضراتكم جميعا وبشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا معالي الوزير دكتور محمد معيق وزير الماليه المصري. For our non-Arabic speaking guests, I believe there are translation devices that you can collect over there so you can follow up with the speeches delivered in Arabic. يشاركني الآن أن أدعو الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية لكلمته الافتتاحية. دكتور محمد عمران Chairman of Financial Regularity Authority. Very good morning, everybody, and ladies and gentlemen. I'm very pleased to be here in Sharm el-Sheikh, and I will follow my fellow minister to speak in Arabic. I know that Allah takes a privilege being coming from the private sector to speak in English, but as a senior official, I think we are in Egypt here and we are in Sharm el-Sheikh, so I'm going to start my speech in Arabic. Sabah al-Khairat Jami'an. إن شاء الله كده تكونوا سعداء في شرم الشيخ. أولا أنا يعني بخلاف العديد من اللقاءات الافتتاحية التي يتم إعداد كلمة مسبقة، لم أعد هذه الكلمة، يمكن الطبع الأكاديمي بيغلب والناس الأكاديميين دول متعودين يتكلموا فترات طويلة، عشان كده أقول لك ما تديش الميكروفون للأكاديمي ولا لبوليتيشن لأنه بيتكلموا كتير، فاحنا تعودنا نتكلم كتير فمش محتاجين نحط كلمات منمقة أو تم تحضيرها مسبقا. ولكن أنا أعلم تماما أن هناك مداخلة قد تكون شبه مطولة بعد هذه الجلسة الافتتاحية لاستعراض استراتيجيات الهيئة العامة للرقابة المالية، فلن أطيل في هذه الكلمة الافتتاحية، ولكن سألقي النظر على بعض الجمل والعبارات التي أثيرت خلال الجلسة الافتتاحية. وأنا هبدأ بشكر سيادة المحافظ على هذا الترتيب الطيب في شرم الشيخ. الحقيقة كل واحد بيجي شرم الشيخ بيحس